بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. نحمد الله في السراء والضراء، نشكره في الشدة والرخاء، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا معبود سواه، وأن محمدًا صلى الله عليه وآله وأصحابه عبده الصفي وأمينه الرضي، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على هذا العبد المصطفى والرسول المجتبى سيد الكونين ونبراس الخافقين أبي القاسم محمد وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أيها المؤمنون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام. وفي موضع آخر قال الله تعالى في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نفهم من ذلك أيها المؤمنون بأن الدين الحق هو دين الإسلام، إنه دين واحد، هو الدين الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لعباده أجمعين. فمن الخطأ الفادح أن نقول هناك أديان متعددة. لا يوجد هناك أديان متعددة، لأن الدين واحد هو الإسلام، وإنما توجد شرائع متعددة نسخ اللاحق منها السابق إلى أن استقرت هذه الشرائع بشريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه. كلنا يعلم أنه ما من بناء في هذا الكون إلا وله أركان. أيضاً فإن هذا الإسلام الذي ارتضاه الله تعالى لعباده له أركان. أركان هذا الدين نقرأها واضحة في قول النبي الكريم محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه عندما قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. الصيام ركن من أركان الدين الإسلامي، وهو فريضة على المسلمين، بدليل قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصيام فريضة قديمة، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تصلون إلى درجة تقوى الله سبحانه وتعالى. وكلنا يعلم بأن هذه التقوى هي خير زاد ليوم المعاد. ماذا تعني هذه التقوى؟ التقوى كما قال عنها الإمام جعفر الصادق عليه السلام: ألا يجدك الله تعالى في مكان نهاك عنه، ولا يتفقدك في مكان دعاك إليه. وقد عرفها أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه بقوله: هي العمل بالتنزيل، والخوف من الجليل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. هناك من العلماء من فرق ما بين الصيام والصوم. قالوا: الصيام هو الامتناع عن الطعام والشراب وجميع الملذات من طلوع الفجر وحتى غروب الشمس، وأما الصوم فهو الصمت، بدليل قوله تبارك وتعالى
عن مريم عليه السلام: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. الصوم هنا بمعنى الصمت، هو صمت عن جميع المعاصي، عن الكذب، عن الغيبة، عن النميمة، عن كل شيء. قال العلماء: من صح صومه بالامتناع عن هذه الموبقات وعن هذه المعاصي صح صيامه عن الطعام وعن الشراب وعن النكاح وعن غيرها من هذه الأمور. إذن نستطيع أن نقول أننا من خلال الصيام قد يصل الإنسان إلى درجة التقوى، والتقوى كما قلنا هي الأساس، هي المعاد. أمير المؤمنين علي عندما مر على أحد المقابر نادى بأعلى صوته: يا أهل القبور، يا أهل الوحشة، ما الخبر عندكم؟ الخبر عندنا النساء تزوجت، الديار سكنت، الأموال قسمت، ما الخبر عندكم؟ نظر إلى أصحابه وقال: والله لو أذن لهم بالكلام لقالوا: إن خير الزاد التقوى، إن خير الزاد التقوى. ربنا سبحانه وتعالى كما نعلم غني عن العالمين، لا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معصية العاصين، لا تنفعه أو لا ينفعه صيامنا ولا تنفعه صلاتنا، وإنما أمر ما أمر ونهى ما نهى وأوجب ما أجب من أجل أنفسنا، من أجل أن نزكي نفوسنا. الصيام له فوائد عديدة، له فوائد روحية وله فوائد جسمية. من فوائده الروحية ما قاله المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه: من صامه إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. وما قاله أيضاً هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وأصحابه: للصائم فرحتان، فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربه. وكذلك له فوائد جسدية تبدو واضحة في قول نبينا محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه الأطهار: صوموا تصحوا. إذن الجوع في هذا الصيام من أفضل الوسائل لتزكية النفس، وربنا سبحانه وتعالى ماذا يقول: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ولذلك لما سئل الصحابي الجليل أبو ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قالوا له: ماذا تحب يا أبا ذر من هذه الدنيا؟ أجابهم بقوله: أحب الموت وأحب المرض وأحب الجوع. لماذا يا أبا ذر؟ قال لهم: أحب الموت لكي ألقى ربي. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، وهذا اللقاء لن يكون إلا بالموت. أحب الموت لكي ألقى ربي، وأحب المرض لكي يحط ذنبي. الأمراض تحط من الذنوب بالنسبة للإنسان المؤمن، إنه كفارة عن كثير من الذنوب. أيضا أحب الجوع لكي يرق قلبي. الجوع من أعظم الوسائل لتزكية النفس. اسمعوا إلى هذه الرواية رحمكم الله: لما خلق الله سبحانه وتعالى العقل قال له: أقبل فأقبل، ثم قال له: أدبر فأدبر. فقال الله سبحانه وتعالى من عليائه وعزتي وجلالي: ما خلقت خلقا هو أفضل منك، بك أثيب وعليك أعاقب. ولما خلق الله النفس قال لها: أقبلي، قالت: أقبل أنت، فسلط عليها المرض. ثم قال لها بعد ذلك: أقبلي، قالت: أقبل أنت، سلط عليها الفقر. إلى أن قال لها أخيراً: أقبلي، قالت: أقبل أنت، فسلط عليها الجوع. لما سلط عليها الجوع وقال لها أقبلي، أقبلت وهي صاغرة. إذن نفهم من ذلك بأن الجوع في شهر رمضان المبارك من الوسائل أو من الأسباب أو من الأمور التي تؤدي بنا إلى تزكية النفس، امتثالاً بقول الله سبحانه وتعالى:
قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ولا ننسى يا عباد الله أننا أن هذا الشهر الكريم هو شهر الفقراء، هو شهر المساكين. والنبي الكريم ماذا يقول؟ المسكين رسول الله إليكم، من أعطاه فقد أعطى الله، ومن منعه فقد منع الله. فلا تنسوا هؤلاء الفقراء وهؤلاء المساكين. نسأل الله العلي الأعلى أن يجعلنا وإياكم من الصائمين المقبولين. اللهم اجعلنا ممن رحمتهم في أوله وغفرت لهم في أوسطه وأعتقت رقابهم من النار في آخره. نسأل الله العلي الأعلى بحق هذا الشهر، بحرمة هذا الشهر، أن يحفظ شعبنا وجيشنا وقائدنا، وأن يرحم شهداءنا، وأن ينصرنا على أعدائنا أعداء الله والدين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.